بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في أحسن الأحوال بإذن الله. في هذا الفيديو مشينا نشجعوا الفريق الوطني النسوي لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا اللي لاعبين في الرباط في المركب ديال مولاي عبد الله. تقضينا وجبنا داك الشيء معنا اللي كنحتاجو كله على حساب الدراري بلي نتأخروا. وهنا وصلنا للملعب، لقينا الدنيا عامرة. الباب الرئيسي الأول اللي في الخارج لقيناه صافي، ما بقاوش كيدخلوا، وخا يكون عندك تيكي ما بقاوش كيدخلوا. ودوزنا من الباب الرئيسي الآخر اللي من الجهة الأخرى وعاد دخلنا. نزار شنو ماشي دير دابا؟ نتفرج في الماتش. تفرج في الماتش، تشجع الفريق المغربي النسوي. لا المغربي. اييه دخلنا دابا الملعب خرجنا من المدرجات، ما بقيناش قادين، الزحام بزاف والصهد وما كاينش فين تجلس وكاين التزاحم. وبالتالي خرجت الدراري وخرجنا برا نتفرجوا. الحمد لله. انفيتاسيون باش نحضروا المباراة النهائية النسوية، ولكن شكون اللي خلاك تدخل؟ كلشي عامر. دخلنا من الباب، ولكن فوا كطلع للبلاصة فين غتبحث على الرقم ديالك ديال السياج ما عندكش مين دوز، البيبان كلهم مبلوكين. هاي كاتيغوري اون، ها هي البلاصه، الرقم ديال البلاصه، ولكن من غدوز لك البلاصه ما كايناش. مازال مخلوع ماما ديزر، تخلع بزاف. دخلنا من لابورت اللي عندنا في التيكي، ولكن المشكل يلا حلوا الباب المره الثانيه ويتم كل شيء كيجري. اللي هجموا علينا وحنا خرجنا بحالنا ما قديناش نبقاو، الزحامات بزاف. عاد خرجنا، يلا خرجنا دابا غير واحد الجنيه خرجنا البوليسي، الناس الدخول دايره الزحام خاصها تدخل، وحنايا خرجنا الحمد لله اللي خرجنا على خير. يلا 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 الماتش بادي تقريبا شي ثلث ساعه، هو اللي عنده الصحه والجد يتزاحم يدخل، واللي ما عنده شيء بحالنا يفلت بصحته. الماتش بادي برا، الماتش بادي في الطيران، وحنايا برا من الطيران خرجنا. سمعوا التشجيعات لداخل الصراحه، ولكن الزحامات موت، الصهد والتزاحم والتدافع. جينا نتفرجوا في التيران مباشرة، ولينا كنتفرجوا في التليفون. يلا الماتش مباشر من الهاتف. التيران عامر من داخل، شوف الداخل غير في السطح ديال التيران، وعاد عباد الله برا، شيء برا اكثر من شيء داخل. اول مره نجي للتيران نتفرج، ساعه ما كتبش. المنتخب الوطني النسوي في المدرجات ديال ملعب مولاي عبد الله بالرباط.
التربيه ديال الناس نقطعوا ياسهم وبقاو غاديين بحالهم صافي. مدرجات عمرو حتى البلاصه اللي غادي تطلع تقلب على السيج ديالك على المكان ديال الكرسي ديالك ما كاينش من دوز الدروج عامرين. نزار طالع للدم وعيا وتخلاع داك التزاحم وتدافع ديال عباد الله. ماما شويه ما بقاش مخلوع، بقاش مخلوع بزاف اه ولا لا؟ اه ما بقاش مخلوع بزاف الحمد لله. انا لداخل هما هادشي اللي برا ما خليهمش يدخلوهم. مع اللي داخل خصهم يخرجوا واللي برا خصهم يدخلوا، لا حول ولا قوه الا بالله. شرينا التوني، شرينا التيكي، شرينا الرايه. محمد علاء شرا التوني ديال الماروك الجديد في الخضر والشور ديالو احمر، نزار في الابيض، نزار عجبو الابيض الابيض جغزال وحتى الخضر. هادشي كله استعدادات باش يشجعوا المنتخب الوطني النسوي المغربي، ولكن للاسف طيران عامر، مدرجات عامرين، كلشي عامر، كلشي مبلوكي. نوز نوز هنا راجعين بحالنا للدار في السياره. محمد علاء ونيزر كيتفرجوا في التليفون، ولكن للاسف في الرجوع ديالنا للدار تمرك عليهم الهدف الاول، عاوتاني واحد شويه تمرك الهدف الثاني. من بعد المغربيات ماركاو هدف واحد، كانت النتيجه هي 2-1 في الشوط الثاني. وهنا صافي وصلنا للدار، يلا تفرجنا شي 10 ديال الدقائق، ومن بعد زادوهم 9 دقائق ديال الوقت الاضافي. كنا باغيين صراحه يماركيو التعادل، ولكن للاسف هذا كل شيء بالنسبه لهذا الفيديو. كنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ديروا اعجاب واشتراك في القناه. الى فيديو قادم.